زينة هذه السيارة هي أحد آخر مظاهر الأفراح في زمن كورونا. هنا يحرص إبراهيم العامل في مجال زينة السيارات على أن تكمل زينته ما غاب من مظاهر الفرح في أعراس اليوم، فالزبناء قلة هذه الفترة بفعل تفشي كورونا. شغلتنا زمن كورونا قلت حتى أتقليل، ونحن مولدنا نشتغل لا نهار والليل، أدخالك فيه لا حارة تجول وخالق ياسر كنين أدلو الليل مثلا أجبره في النهار نشتغل لا نهار من عند الساتة نقفله، وتجارتنا حتى يجي لامس الخارج وبرك أمننا قل، والناس ما تجي كل حد قال خير من حد يا الزمن، وخالق ياسر قامت أدرو والناس ما تجينا قليل جينا ورك به الله خايفة. قاعات الأفراح بدت هي الأخرى خاوية على عروشها، فتجمعات محظورة احترازا من الوباء، فبعد أن ظلت هذه القاعة تعج بالمدعوين والمباركين لم تبقى سوى فاطمة مالكة القاعة. توقف نشاطها من يوم 14/3، ما قطع عندنا فيها أي عمل، توقف بهزمة كورونا، وراجعين عند الله إن شاء الله أنه يرفع عنا الوباء والبلاء، ولا قطع في نشاط الحقنا قاعدنا كنا قابلين التزامات مع قدر من الزبناء، شهر 3 كامل و4 كانوا في نشاطات مهمة، ونتيجة لهذا الوباء اللي خلق وقفنا كل شيء. الأعراس في زمن كورونا تختلف كلياً عن ما كانت عليه قبل الجائحة، فالعادات والتقاليد تقضيها النزعة البدوية، في مشاركة الأفراح كانت الطابع الأساسي للأفراح ما قبل كورونا. سالك الأفراح لقناة الساحل.